يعني من كريستيانو رونالدو نروح لليونيل ميسي ومنتخب الأرجنتين بطل كأس العالم 2022، واللي تعمل لهم مسيرة احتفالية ضخمة جدا في العاصمة الأرجنتينية من قدام مسلة بونس آيرنس، اللي طوال اليومين اللي فاتوا حضرها الملايين من المواطنين الأرجنتينيين وعشاء التانجو علشان يحتفلوا مع لاعبي منتخبهم بالفوز الغالي واللي غاب عنهم لمدة 36 سنة. كمان منحت الحكومة الأرجنتينية يوم الثلاث اللي هو امبارح أجازة رسمية علشان الناس تحتفل وتفرح بالإنجاز اللي حققوه. يعني شعور جميل جدا جدا جدا، نفسنا إحنا كمان نحسه، سواء كاس عالم أو أي بطولة أو أي إنجاز مهم إنه يكون مع المنتخب الوطني.